الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا قلت بما جرت لي المقادير، قلت بخلقك يا ربنا، أنت اللطيف الخبير، فلا تجعلنا محرومين من لطفك وخبرتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان. الآن نسعد بأن نعود إلى آية 33 من سورة الزخرف، لديكور بيانورني. نأخذ الآية 33، يقول ربي سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، على ملة كافرة شيطانية، ما فيها شيء من التوحيد ولا فيها شيء من الخير ولا بركات، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه يظهر. هكذا دف الأسواق تاع السيارات ومتاع الخرفان ومتاع البقر والمعز وكذا، يعرف وسلته مضروبة أم لا، قال بدأ مثلا الوباء ولا حاجة كما كان، ولا يظهر عليه علامة التسمم، والشاري غافل عن هذا كله، ما يجيش على باله. وعنده ربما علاقته بي أن الإنسان كان يعرف وقته كان في طريق التقوى، لكن تبدل الغيب حكم جريان على الدنيا، وخليه يدخل الأسواق باش ياخذ مال حرام، باش يزيد مال يتورط به مع رب العباد. يقول له بعد ما يتم البيع، قل الله يبارك له، هو بالحقيقة يغش فيه، هو يدعم له الفكرة السابقة عنه حتى ما يتبدلش الدين، ولي وغش حتى إذا كان فاق بعد حين. قل لا، المسألة مش مدبرت، وصاحبي أعرف عنه كل خير، ولا مجال لاتهامي، ولا تزبلح فيها. لكن سأل أول خبيث أن الله يمكر به، لأنه كان وقت كان في التقاء مراشا والذين اهتدوا زدناهم هدى، عمالها واتقوا الله ويعلمكم الله، عمالها فدارت به الدنيا وختلته وخدعته، وبعد حطته تحت ركلة بعون إبليس اللعين. وكان ما كان الرجل لا إذا كان يعجلش ولا مراسة، شو الفرق تمعتش ما فرق، بكل مجالات المرأة والراجل يتنافسوا، وهذا يقول أنا وهذا يقول أنا، وهذا من سوء طلعهم وغياب تفكيرهم السديد. ونسأل الله أن يسلم، أن نسلم لهذا البلاء كل المحيط الذي لا ينبئ بخطر عظيم قريب. نسأل الله السلامة أبدا الأباد يا رب العباد.